ما زالت المعركة متواصلة، ما زال الإضراب مفتوح، ما زالت معركة مع الخاوية تتواصل رغم إلحاحنا، رغم إصرارنا، رغم يعني كل المحاولات. بخصوص الوضعية الصحية، الوضعية الصحية يعني في حالة من الخطورة، يعني وضعية حرجة، يعني اللي عين بالأمس جلسة المحاكمة يعني نبيل تغير بشكل كبير على مستوى يعني البنية ديالو الجسمية، فقد الكثير من وزنه، صفرار على مستوى الوجه، شاحب اللون، قليل الحركة، بالكاد يتواصل معنا. رغم ذلك هم عازمون، يعني مؤمنون، هذا الإيمان براءتهم هي الدافع نحو خوض هذه المعركة، وهي اللي غتواصل هذه المعركة إلى حين يعني تحقيق مطالب اللي ربطوها هما يعني في معركتهم. هذه الوقفة درناها والإضراب ديال المعتقلين ديال الحراك وصل بالنسبة للبعض فيهم اليوم 40 يوم، والبعض الآخر كان اللي وصل 37 يوم، وفي جميع الأحوال الإضراب تجاوز يعني 5 ديال الأسابيع بالنسبة للأغلبية ديالهم، وبالتالي الوضعية ديالهم الصحية في خطر، الحياة ديالهم في خطر، وحنا كنحملوا المسؤولية للسلطات المخزنية ديال البلاد. إلا مشى وقع لهم أي شيء يعني بالنسبة للصحة ديالهم، بالنسبة للحياة ديالهم، راه اللي كيتحمل المسؤولية هو المخزن في البلاد، لأنه هو اللي قادر باش يحل المشاكل ديال هاد المعتقلين، خاصة وأنه في الأصل الاعتقال ديالهم هو اعتقال تعسفي، الاعتقال ديالهم ما عنده حتى شي مبرر. ولهذا حنا اليوم أولا كنطالبوا باش يحلوا المشاكل ديال المعتقلين، ثانيا باش يطلقوا الصراح ديالهم كاملين بدون قيد أو شرط، ثم ثالثا يدخلوا في حوار مع القيادة ديال الحراك من أجل تلبية المطالب ديال الساكنة ديال الريف. أنا متواجد هنا من البارحة، جيت المحكمة بالتانا من البارح وأنا هنا، اليوم راني في الزيارة، جيت عنده في الزيارة عاوتاني. الأخ ديالي موجود في الجناح 6، الجناح 6 ما دخلوش في الإضراب هما، لحقاش هما بغاو، قال لك كيستناو المحاكمة باش يهضروا يقولوا اللي عندهم، يكونوا مشوا المحاكمة يكون المعنويات ديالهم مرتفعة، ودايرين ملي غتاخذ الإجراءات المحاكمة وداك الشيء هما عاوتاني يديروا شي تصعيد، قال لك شي تصعيد من تما عاد يبان اش غيبان.